نعم سنضربهم بكل ما لدينا من أسلحة إن اعتدوا على العراق أو إن اعتدوا على العرب. هل يعتقدون بأنهم يضربوا العرب أو يضربوا العراق ويسكت العراق؟ لو سكت العراق لفقط في عيون الأقربين والأقربين. ترى واهمين والله لا تخلى النار تاكل نص إسرائيل إذا حاولت. شغل صدام حسين العالم أجمع منذ توليه السلطة عام 1979، سواء أكان ذلك بسبب حربه ضد إيران على مدى 8 سنوات بين عامي 1980 و1988، أم بسبب غزوه للكويت عام 1990. فبماذا يتميز هذا الزعيم العربي عن غيره من الزعماء العرب؟ يمتلك أعلى رتبة عسكرية في العالم، وهي رتبة مهيب. خاض حربا ضد إيران استمرت 8 سنوات، وهزمهم وقتل منهم 2 مليون إيراني. أطلق 39 صاروخا بعيد المدى على الصهاينة، وتحدى حكام العرب الجبناء بإطلاق صاروخ واحد ليكملون 40 صاروخا. أول قائد عسكري يدخل في حرب قوية ضد 40 دولة وهو بنفسه يقاتل فيها، وسميت هذه الحرب أم المعارك. في عهده كانت المرأة العراقية تسمى الماجدة. كان أشجع حاكم عربي، وكان حكام العرب يخافونه، حتى إن أحدهم كان يقول: عندما يتكلم صدام كنا صامتين كأن فوق رؤوسنا الطير. كان الوزراء في حكومته لا يستطيعون سرقة دينار واحد لخوفهم من العقاب الشديد، ولكون زميلهم ووزير المالية الأسبق في سنة 1982 سرق من خزينة الدولة مبلغاً لا يتجاوز 5000 دينار، وعلم عنه صدام فعاقبه بأن تقطع إحدى كليتيه وتباع ويرد ثمنها في خزينة الدولة، وبعد قطع كليته يرجع إلى عمله كوزير مرة أخرى، وإذا سرق تقطع كليته الأخرى ليكون رادعاً للوزراء البقية الذين يفكرون بالسرقة. أول حاكم عربي ينطق الشهادة عند وفاته، والعالم يشاهده صوتا وصورا وهو شامخ لا يخاف الموت. قال للقاضي: أنا عسكري وإعدامي رميا بالرصاص وليس الشنق. ولم يتوسل لأحد من القضاء، بل كان يهددهم بأبشع الكلمات. قال لقاضي المحكمة: تذكر لما عفيت عنك لما كان محكوم عليك بالإعدام؟ فارتبك القاضي وقدم استقالته، ليأتي بعده القاضي رؤوف. قال لقاضي المحكمة: يا علود، احنا الموت تعلمناه في المدارس وما نخاف منه بعد هالشيبات. قال لسوريا ولبنان: اعطوني حدود بلادكم اسبوعا واحدا وسأحرر فلسطين. حينما كان يسمع بأن هناك أشخاصا يستهدفونه في منطقة ما، كان يعاند ويذهب إلى تلك المنطقة. بوجوده وإلى ما قبل حرب الخليج لم يسمح للأمريكان بإنشاء قواعد عسكرية في دول الخليج. قبل إعدامه سأله الضابط الأمريكي عن آخر مطالبه، فقال له: أريد المعطف الذي كنت أرتدي، لأن الجو في العراق عند الفجر يكون باردا، ولا أريد أن أرتجف فيعتقد شعبي أن قائدهم يرتجف خوفا من الموت. وقال مقولته الشهيرة للحكام العرب: أنا ستعدمني أمريكا، أما أنتم ستعدمكم شعوبكم. رحم الله رجلاً إذا قال فعل، رحم الله القائد البطل صدام حسين.